حسام عاشور كابتن النادي الاهلي بقى جاهز تماما لمباراه الاياب امام سان داونز. وشفنا يعني حسام عاشور وجوده هام جدا جدا جدا، كنا نتمنى ان هو يبقى متواجد في المباراه الاولى، لكنه اشتكى طبعا قبل كده من اجهاد في العضله الضامه وادى تدريبات والتاهيليه تمهيدا لعودته من جديد في المشاركه في المباراه. سعد سمير مدافع النادي الاهلي خضع لبرنامج علاجي لمده 3 شهور لعلاج اصابته في الركبه اللي تعرض ليها خلال مواجهه سان داونز في جنوب افريقيا، عباره عن جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبه وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، ويغيب لفتره تصل ل3 شهور. اصابه صعبه جدا، وسعد سمير في الفترات الاخيره كان بيتصاب كتير جدا، واحد من اللعيبه الرجاله في النادي الاهلي، وعرفنا ان الجهاز الفني فتح الباب امام عوده محمد نجيب بجانب ايمن اشرف ورامي ربيعه وياسر ابراهيم. وغاب طبعا محمد نجيب في الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه، لكن تعافى وبقى جاهز للمشاركه في المباريات القادمه. لسه مع